شكرا للزملاء في مدينة نابلس، يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام بكل خير ومحبة وأمن وود وسلام، وكل عام ونسائنا الأمهات والزهرات العاملات الشقيقات المربيات بألف خير في هذا اليوم وفي هذه المناسبة، مناسبة 8 آذار مارس يوم المرأة العالمي. وفي ظل احتفال العالم بهذه المناسبة تكون للمرأة الفلسطينية خصوصية تميزها عن باقي نساء العالم، فهي الصابرة، هي الصامدة المناضلة، هي التي قدمت وما زالت تقدم، هي الطبيبة، هي المعلمة، هي القيادية في كل المواقع، وهي التي أثبتت أنها على قدر وقيمة من هذه المسؤولية، وبالفعل يعني كانت على قدر من المسؤولية ونجاح في كل المواقع التي تبوأتها. للحديث أكثر عن هذا الموضوع وفي هذا اليوم نستضيف معنا من غزة المحامية وناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة ورئيس مجلس إدارة جمعية أجيال للإبداع والتطوير الأستاذة فاطمة عاشور. أهلا وسهلا فيك أستاذة فاطمة، وكل عام وحضرتك بألف خير. كذلك نستضيف معنا المختارة الأولى في فلسطين ورئيس مجلس إدارة أو ممثلة فلسطين في الاتحاد العربي الإفريقي للإعلام الرقمي الأستاذة فاتن حربي. يسعد صباحك أستاذة فاتن، وكل عام وحضرتك بألف خير. رح يكون مشاهدينا عنواننا لهي الفقرة المرأة في غزة، واقع وتحديات، أمال وأمنيات. نبدأ مع حضرتك أستاذة فاطمة، وبدنا نحكي عن المرأة في قطاع غزة والواقع اللي بتعيشه، وحضرتك عندك تجربة في ملامسة عدد كبير من قضايا المرأة بصفتك محامية وحقوقية. واقع النساء في قطاع غزة هو سيء بكل أسف، لأنها الأكثر تضررا مما يحدث من حالة اقتصادية وسياسية واجتماعية. بدنا نروح شوية بالتفصيل نحكي عن الحصار المستمر من أكثر من 10 سنوات اللي بتدفع ثمنه بشكل رئيسي المرأة. بنحكي عن 3 عدوانات متكررة في أقل من 10 سنوات أيضا دفعت ثمنها المرأة بفقد زوج أو ابن أو هي نفسها يتم استهدافها بشكل مباشر. بنحكي عن انقطاع مستمر للتيار الكهربائي، بنحكي عن انتهاك شبه كامل لحرية الحركة للنساء وخاصة مريضات السرطان، واللي احنا الآن بنواجه معاه مشكلة كبيرة. كوني عضو جمعية عمومية في جمعية العون والأمل، لدينا مئات الحالات من النساء المصابة بالسرطان الممنوعين من السفر سواء للضفة الغربية أو لمصر لأسباب غير معروفة، والقضية كبيرة جدا. هذا وضع صحي مثلا لمريضات السرطان في غزة. لدي مشكلة في الحريات في قطاع غزة، بما ان احنا حكومة اسلامية الان في غزة، ففي مشكلة شوية في الحريات ليها مربوطة بالمزاج ومربوطة بالموقف السياسي. لما تتخانق حكومة غزة مع حكومة رام الله بيضيقوا على النساء، اول شيء الشكل، الطلعة، اللبس، الشيشة، تفاصيل الحياة اليومية واللي بنطلق عليها بشكل عام الحريات العامة تنتهك في غزة بشكل موسمي وبشكل مزاجي. نتحدث عن واقع الاقتصادي اللي مربوط ومعكوس على كل جوانب الحياة. بنتحدث أيضا عن مشكلة في طول أمد التقاضي، لأنه عندي الآن في قطاع غزة عشرات الآلاف من القضايا المفتوحة بوجود عدد قليل من القضاة، فهذا بيؤدي إلى طول أمد التقاضي وبيؤدي لتعطيل مصالح النساء. طب راح نروح أكثر أستاذة فاطمة لهذه الجوانب، ولكن بدي أنتقل للأستاذة فاتن. أستاذة فاتن، في ظل هذه المشكلات اللي بتواجهها المرأة الفلسطينية في قطاع غزة، كيف بتنعكس على حالتها النفسية برأيك؟ أكيد هذه الأمور كلها تنعكس بالسلب على نفسية المرأة الفلسطينية في ظل أوضاع صعبة، في ظل الحصار، في ظل الانقسام، في ظل الحروب كما تحدثت الأخت فاطمة. أكيد هذا ينعكس بالسلب وحتى على أداء المرأة في أسرتها، وأيضا يؤدي إلى المشاكل الزوجية أيضا داخل الأسرة. ونحن بأمس الحاجة إلى المحافظة على النسيج الاجتماعي والأسرة المجتمعية حتى تكون بنية مجتمعنا قوية وليست هشة. من هنا نشعر أننا بأمس الحاجة إلى تغيير واقع هذه المرأة في ظل هذه الظروف الصعبة. أستاذة فاطمة، يعني فيما يخص تغيير واقع المرأة، حضرتك ذكرتي قبل شوي أنه في عدد من القضايا والملفات العالقة والموجودة بين يديك كمحامية بحاجة لمعالجة. هذه الملفات وهذه المشكلات عبارة عن شو؟ في قضايا شرعية كتير جدا، في زواج مبكر، في كتير، كل الملفات اللي ممكن تتخيلها. يعني شوف، المرأة الفلسطينية
كامرأة عربية هي ينتهك حقها بشكل مستمر، تختلف النسب وتختلف أنواع الانتهاكات من مكان لآخر. كامرأة عربية، كامرأة فلسطينية، هي يقع عليها حجم وعدد من الانتهاكات الغير قليل من جهات مختلفة. عندي الانتهاك الأكبر من قبل الاحتلال الإسرائيلي بمنع مريضات السرطان من السفر، وتعدد الحروب، واستمرار الحصار، والقتل المباشر، واستهداف المدنيين وعلى رأسهم النساء والأطفال في غزة أو في الضفة الغربية، استمرار الحواجز، الجدار الفصل العنصري، المستوطنات. يعني أنا الآن نتحدث بخصوصية شوية عن المرأة الفلسطينية في غزة، ولكن أيضا المرأة في الضفة الغربية يعني مش منسية، وهي أيضا المرأة المقدسية التي تعاني الويلات على مدار الساعة في تهميش كامل من دور الدولة بكل أسف، وتوغل من قبل المحتل الإسرائيلي. وبالتالي حجم الانتهاكات متعدد. نروح للمرحلة الثانية، انتهاك السلطة في رام الله للصحفيات، للمواطنات، لكل القصص المعروفة اللي اليوم برضو للأسف مش مجالنا نحكي عنها. اليوم بنحكي عن قطاع غزة، بنيجي للسلطة الحاكمة في غزة وحجم الانتهاكات الواقعة على المرأة والرجل بالمناسبة. أستاذة فاطمة، كيف يقف القانون بجانب المرأة؟ هل يعني يعطيها حقها وينصفها أم هو مقصر؟ يعني القانون في بعض الأحيان يكون منصف وتكون المواد في صالح المرأة، ولكن يكون الخلل في الممارسات، في من يطبق القانون، في القاضي، في الشرطي، في وكيل النيابة، أو حتى في موظف. يعني مرات بيكون القانون منصف ولكن تطبيقه غير كامل، ومرات بيكون القانون نفسه غير منصف، زي قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات. هناك مواد في قانون العقوبات تبيح أن تعنف المرأة وتبيح أن تقتل المرأة، فهي أنا عندي إشكاليتين، إشكالية في عدم وجود نص مادة أصلا يحمي المرأة، وإشكالية في وجود نص مادة يحمي المرأة ولكن في التطبيق وفي الممارسات أنا بصطدم بواقع ذكوري لا يحترم ولا يحمي المرأة. أستاذة فاتن، يعني في ظل هذا الواقع وفي ظل هذه المشكلات، هل هذا بحد من إبداع وتقدم المرأة في مجتمعنا الفلسطيني، ولا ما زال في مساحة؟ وحضرتكم نموذج للمرأة المثالية والمتقدمة والقيادية واللي إلها يعني قرار ومساحة تتحرك وتأخذ حقوقها، يعني بدنا نروح للجانب المشرق شوي. أكيد أنه يكون هناك ضغوطات وتقييد للحريات أكيد سوف يحد من إبداعات المرأة، وخصوصا في ظل أوضاع كأوضاع قطاع غزة. ولكن لا ننكر بأن المرأة الفلسطينية وخصوصا في قطاع غزة استطاعت أن تتحدى الصعاب والألم، وتخرج من كلمات الألم الأمل، وأن تبدع في كافة المجالات، وتركت بصمة قوية في قطاع غزة في إنجازاتها في كافة المجالات، سواء كانت على الصعيد الاجتماعي، الثقافي، الفني، أيضا المجال الاجتماعي. وهناك نماذج نفتخر بوجودها في مجتمعنا الفلسطيني كنساء تركنا بصمة في مجتمعها. مثال على هيك، وحضرتك أكبر مثال. كل الاحترام لك. شكرا أستاذة فاطمة. نرجع شوية يعني لموضوع المشكلات اللي بتعاني منها النساء في قطاع غزة، يعني متفقين إنه في مشكلات وفي عوائق. شو ممكن نعمل، أو شو حضرتك، شو الـ يعني كيف ممكن الجانب الحقوقي يقف بجانب المرأة ويساعدها عشان يحقق احتياجاتها ومطالبها؟ أولا مشكلتنا الأزلية في إنهاء الانقسام اللي أصبحت أزلية، يعني يجب أن يتم إنهاء الانقسام، لأن لها انقسام مربوط بإعادة الانتخابات، انتخابات الرئيس، انتخابات المجلس التشريعي، وانتخابات البلدية، لتصحيح المنظومة القانونية الموجودة في فلسطين وتوحيدها. فهذا أول مطلب. ثاني مطلب أن يكون هناك إرادة سياسية حقيقية من الدولة أن تعطي النساء حقها، وأن بدناش نسمع كلام، بدنا نشوف حقيقة، بدنا نشوف حساسية جندرية في الموازنة السنوية للمرأة، بدنا نشوف بقرارات رئيس تعيين نساء في مناصب صنع قرار، بدنا نشوف نسبة أعلى في قانون الانتخابات للكوتا النسوية للنساء لتمثيلهم بشكل أكبر في المجلس التشريعي والبلديات. بدي أشوف وقائع على الأرض، مش حديث، يعني بيطلعوا دايما في الإعلام، صار في ذكاء إعلامي عندنا منيح،
بيطلع مغتصب الحقوق بيقول احنا مع الحقوق وهو من يغتصب هذه الحقوق وينتهكها، وبالتالي انا بديش اسمع كلام لطيف ومنمق واعلامي، انا بدي اشوف وقائع على الارض. الاشي الثاني انه نبطل نتعامل مع قضيه المراه على انها قضيه نسويه بحته، قضيه المراه هي قضيه مجتمعيه تمس جميع الافراد، الحفاظ على النسيج المجتمعي مش مسؤوليه المراه منفرده، هي مسؤوليه الرجل كما المراه هي مسؤوليه الدوله، وليست تقع عبء لهذا الحفاظ على المراه. الإشي الرئيسي كمان والمهم إنه الدولة هي ثلاث أركان، مؤسسات دولة ومجتمع مدني وقطاع خاص. احنا كل اللوم والنظر والأسئلة موجهة للمجتمع المدني وكأنه هو المطلوب منه أن يقوم بكل الأدوار، لا، المجتمع المدني هو ركن من الثلاث أركان، في عنده خلل في ركن الدولة وفي عندي خلل في القطاع الخاص، ودور صغير جدا لا يرتقي لحجم المعاناة أو حجم الحاجات والحقوق في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، وبالتالي يجب أن نتحدث الآن بشكل مختلف عن توحيد جهود هذه الثلاث أركان حتى نحصل على شيء من الحقوق. يعني احنا الثلاثة يلا يلا نوفر حقوق واحتياجات المواطنين في فلسطين كاملة او في غزة والضفة الغربية، وبالتالي يعني من المخل ان نتحدث فقط مع المجتمع المدني وكأنه هو المسؤول عن يعني حل كل القضايا. احنا ما عندناش عصاية سحرية، بالاخر احنا بنجد عائق من الدولة وبنجد اهمال من القطاع الخاص. بعد الحروب، بعد الحرب الأخير وبعد الحصار، صار في تهميش كبير جدا لقطاع غزة واستثناءها من التمويل، فصار في فقر في التمويل أيضا، وصرنا مش عارفين نلبي أي حاجات، نلبي حاجات اقتصادية ولا حاجات حقوقية ولا حاجات مجتمعية ولا حاجات سياسية. التمويل المعطى لغزة أصبح شحيح، وبالتالي هي كمان مشكلة. أنتقل لحضرتك أستاذة فاتن، ويعني حضرتك ممثلة فلسطين في الاتحاد العربي الإفريقي للإعلام الرقمي، كيف ممكن نعزز صورة المرأة الإيجابية والجميلة في الإعلام، خصوصا الإعلام الرقمي في ظل حداثته وانتشاره أو سرعة تقدمه؟ أكيد من خلال هذا الاتحاد نستطيع تسليط الضوء على إبداعات المرأة في كافة المجالات، وخصوصا المرأة الفلسطينية لما تتمتع به من خصوصية. في هذا الاتحاد له عدة أهداف، من ضمنها يهتم بتسليط الضوء على قضايا المجتمعية، نشر ثقافة السلام، نشر ثقافة الإعلام الرقمي بالصورة الإيجابية وكيفية استخدامها، وقد تكون هناك إيجابية أخرى، كيفية أن يكون هناك دور لهذا الإعلام لنشر ما نحتاجه للقضية الفلسطينية أيضا وتسليط الضوء عليها وبقوة في ظل ما نعيش في الحالة الإقليمية والدولية بتهميش القضية الفلسطينية وعدم تسليط الضوء عليها. نحن بأمس الحاجة للإعلام أن تكون هنا قوة إعلامية، بداية الاهتمام بأكبر جزئية وهي المرأة، بأن تكون قوة في مجتمعها، أن تكون مشاركة كما تفضلت الأخت فاطمة، بأنه يجب أن تكون هناك مشاركة للمرأة في كافة المجالات في صنع القرار، المشاركة السياسية، المشاركة الاجتماعية والاقتصادية وكافة المجالات. المرأة نصف المجتمع ويجب أن تساهم في نصف القرار لتكون هناك لها قوة في ميدانها. رسالتك أستاذة فاتن في هذا اليوم وفي هذه المناسبة اللي بنحتفل جميعا فيها؟ في هذا اليوم، يوم المرأة العالمي أو قد يكون شهر مارس، هو يوم المرأة بشكل عام، يوم الأم ويوم المرأة وأيضا بداية الربيع والورود، نرتبط هنا بجمال هذه المرأة وعطائها وتضحياتها. رسالة أوجهها في 8 آذار إلى قيادة الشعب الفلسطيني وإلى أبناء شعب الفلسطيني بإنهاء حالة الانقسام، فهذا مطلب الأم الفلسطينية حتى نستطيع أن نصل إلى بر الأمان في مجتمعنا. شكرا جزيلا أستاذة فاتن. أنتقل لحضرتك أستاذة فاطمة عاشور ورسالتك الأخيرة في هذا اليوم. رسالتي للسيد أبو مازن بالأساس، لأنه باعتباره رئيس دولة فلسطين، يعني أن يقوم بواجباته أولا تجاه قطاع غزة وتجاه المرأة عامة في غزة وفي الضفة الغربية، وأن يفرض احترام المرأة بالقانون كما فعل بوتفليقة. يعني حكى بوتفليقة لن أنتظر أن يحترم المجتمع النساء، سأفرض ذلك بالقانون. فأنا هذا أملي من السيد أبو مازن، كمان بدعوه هو والطرفين فتح وحماس لإنهاء الانقسام سريعا عشان نعمل انتخابات ونصلح المنظومة القانونية.
بدعي لانه هو المسؤول عن كل حاجه لمراعاه الحساسيه الجندريه، هو والسيد رامي الحمد الله باعتباره رئيس الوزراء لمراعاه الحساسيه الجندريه في الموازنه بما يتعلق بالمراه واحتياجات المراه واشراكها في صنع القرار بشكل حقيقي مش بشكل ديكور، مشاركه فعليه. وصارت رسالتي الثانيه للمراه نفسها انه الحقوق تنتزع وما تستنيش حدا يديكي اي حاجه، انت لازم تتعبي ولازم تتحركي، لازم تدرسي منيح، كملي تعليمك، تتجوزيش بدري، تحوشي فلوسك، تهتمي بصحتك، تطلعي وتحكي صوت بصوت عالي عن كل مطالبك وتشاركي في كل مناحي الحياه، لان المشاركه السياسيه للمراه مش رفاه. كل ما يحدث من سوء للمرأة هو بسبب عدم وجودنا في مراكز صنع القرار وعدم مشاركتنا في إدارة الأمور الدولة زي ما بيقولوا. بالتالي مشاركة المرأة السياسية وحقها في التعبير عن الرأي وحقها في التعليم والعمل هي مفاتيح تمكن المرأة في أن تدير حياتها وأن تنعم بحياة كريمة إن شاء الله في المستقبل. وكل سنة وهم طيبين وإن شاء الله نكون بخير، وكل سنة وكل نساء العالم بخير. وأنتم بألف خير. شكرا جزيلا للأستاذة فاطمة عاشور المحامية والمدافعة عن حقوق المرأة ورئيس مجلس إدارة جمعية أجيال الإبداع والتطوير. الشكر كمان موصول لحضرتك أستاذة فاتن حرب المختارة الفلسطينية وممثلة فلسطين في الاتحاد العربي الأفريقي للإعلام الرقمي. الشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. سنأخذ فاصل قصير ومن ثم نعود، كونوا معنا.